التغطية الخاصة التي عقبت النشر وهذا المؤتمر الصحفي صكوك ورشوة وثلاثين مليون دينار ليبي، هذا ما جاء به الأخوين الجدران في مؤتمر صحفي عقد قبيل ساعة من الآن، تحدث فيه عن رشوة من الحكومة والمؤتمر الوطني قدمت لهما في إيداع 2 مليون دينار ليبي في حساب شقيق السيد إبراهيم الجذران، وأيضا صكوك عرضت ولكن الصورة كانت لم تكن واضحة، صكوك بقيمة 30 مليون دينار لفك الاعتصام في هلال النفط. يبدو أن المسألة باتت في تفاقم والضبابية مرة أخرى تغطي هذا الموضوع، مناكفة بين المؤتمر الوطني وبين المكتب السياسي لإقليم برقة، حديث كثير عن لماذا استلموا هذه الصكوك إذن، وأيضا لماذا أيضا يعني قبلوا هذه القيمة المالية التي أودعت في حساب السيد سالم الجذران بقيمة 2 مليون دينار، هل هذا هو توريط للمؤتمر الوطني وكذلك للحكومة؟ وأيضا نتحدث عن هذا الموضوع بزوايا ربما تحليلية اليوم في هذه الساعة والتي سوف يكون مع عدد من الضيوف، نحاول اتصال حتى برئاسة الحكومة ورئاسة ديوان الحكومة ولكن لا رد حقيقة حتى الآن، لكن الآن معي عبر الهاتف عضو المؤتمر الوطني، عضوة المؤتمر الوطني العام سيدة نجاح صلوح. سيدة نجاح مساء الخير. سيدة نجاح مساء النور سيد محمد، إذا لم أخطئ في الاسم، ومساء النور على قناتي الأحرار. لم تخطئي في الاسم أصبتي، ولكن أريدك أن تصيبي في هذا الموضوع ربما، يعني كيف نقرأ ما دار الآن في هذا المؤتمر الصحفي، وأيضا زميلك سيد ناجي مختار ينفي هذه التهم التي وجهها له السيد إبراهيم الجذران وسالم الجذران بأن الصكوك كانت موقعة باسم عضو لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني، وهذا الحديث كيف يعني في أي إطار نضع ما دار الآن أو قبيل ساعة من الآن؟ طبعا أنا رأيت مثل ما رأى بقية الليبيين ما حدث على قناتكم، هي المؤتمر الصحفي السيدين المسلمين لآل جبران، وأبرز فيه أوراق لم تكن واضحة بالنسبة لي على شاشة التلفاز بأنها نسخ ضوئية لصكوك موقعة باسم رئيس لجنة الطاقة ولا أدري باسم من. الفيصل في هذا الموضوع كلمة واحدة وهي القضاء. نعم. من لديه مستندات فليقدمها للنائب العام، وكلنا تحت طائلة القانون. كل من يخطئ أو يسلك سلوك غير سوي فهو تحت طائلة القانون بكل تأكيد. طيب لكن أريد أن تنقليني إلى أجواء المؤتمر الوطني السيدة نجاح صلوح في تعامله مع هذه الأزمة، أزمة إغلاق الموانئ النفطية وخاصة في هلال النفط في المنطقة الوسطى، بكيف كان المؤتمر الوطني يود أن يتعامل مع هذه النقطة؟ هناك من تتحدث عن محاولة بالعنف والقوة، هناك أيضا ربما ما دار اليوم في هذا المؤتمر يقول أن هناك محاولة أيضا لوساطة وعقد هدنة مع المعتصمين والمحتجين في الحقول النفط، ولكن المؤتمر الوطني لم يظهر حقيقة ما يود أن يفعله تجاه هذه النقطة، ولكن مضى في أشياء كثيرة وقوانين كثيرة ناقشها ولم يناقش هذه الأزمة المستمرة والمستفحلة. نعم، المؤتمر الوطني منذ مدة وهذه الأزمة هي شغله الشاغل، باعتبار أن يعني ليبيا دولة نفطية تعتمد باعتماد أساسي على النفط كل مناحي حياتها، ابسط الاشياء في رواتب موظفي الدوله، يعني حتى لما اعتمدت الميزانيه اعتمدت بناء على سعر برميل النفط عندما اعتمدها المؤتمر الوطني العام، فهي دوله بالاساس تعتمد على النفط كمصدر اساسي لنهضتها او لاقتصادها. فالمؤتمر الوطني عقد سلسله من الاجتماعات، انا كنت في احد هذه الاجتماعات التوافقيه لمعرفه ماذا سيحصل في هذه الأزمة أو كيف سيتصرف في هذه الأزمة. طبعا طرحت عدة حلول، هل تستعمل القوة، هل ندخل معهم في مفاوضات، كان اقتراح القوة مرفوض رفضا باتا، لأن مهما يكن هؤلاء اللي يجرون هؤلاء أولادنا، آخر شيء نفكر فيه أن نستعمل القوة ضدهم، فانبثق عن هذه السلسلة من الاجتماعات هي لجنة الأزمة. نعم، لجنة الأزمة شكلت عن طريق
يعني كل دائرة اختارت عضو من أعضائها، مثلا الدائرة الأولى اختارت نائب النواب، الدائرة الثانية وهكذا. نعم. وشكلت من 13 عضوا حتى تتعامل مع هذه الأزمة. يعني أحد شروط لجنة الأزمة أن لا يتم أي تدخل سواء من المؤتمر الوطني العام أو من الحكومة إلا عن طريقها، حتى تستمر في مفاوضاتها وحتى لا تتعرقل هذه المفاوضات. نعم. فلا أدري يعني بصراحة، أنا سمعت من السيد ناجي. طيب لكن لكن يعني سيدة نجاح. نعم. صكوك. نعم سيدة نجاح، ماذا تقولين لو يعني في هذه الحالة، في حالة التي قدمها السيد إبراهيم الجهدران وسالم الجهدران، عن الصكوك التي عرضها وعن المبالغ وعن الاتصالات التي جرت بينهم وبين رئيس الحكومة، ماذا تسمين ذلك أو كيف تصفين ذلك؟ أرجو أقول لك القانون، يعني مهما يكن هذه الفئة سواء أخطأت أو أصابت باعتصامها في الحقول النفطية في مرفق مهم من مرافق يعني هم جميع الليبيين. لم يثبت إلى الآن، لم يثبت فعليا، وأنا حتى هذه التقارير شفتها حتى على قناتكم، لم يثبت فعليا أن هناك تهريب للنفط أو هناك تصدير للنفط من غير عدادات. وأعتقد إذا كنت أنت من متابعي قناتكم، أنا رأيت الكثير من التقارير التي تثبت أن هناك عدادات موجودة في الموانئ النفطية، من على سبيل المثال بناية الحريقة بطبرق. طيب. وأيضا قدمت لجنة الطاقة داخل المؤتمر ما يثبت أن هذه الشركات هي شركات عالمية. يعني أنت تنفين سيدة نجاح، أنت تنفين أن هناك تهريب للنفط وأن بالفعل هناك عدادات والمحتجين ليست لديهم. أنا أستبعد هذا. ولكن طيب إلى ماذا ترجحين إذا؟ نعم سيدة نجاح. نعم. الوطني في رشوة أو تورط أو ادعاء الجهة الثانية بأن هناك نفط يهرب وهو لا يهرب، أتمنى أن يكون القانون والقضاء هو الفيصل في هذا الأمر. طيب ابقى معي سيدة نجاح صلح عضوة المؤتمر الوطني. يتحول مرة أخرى إلى مداخلة أخرى مع سيد ناجي مختار عضو لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني. سيد ناجي مختار، يعني منذ قليل خرج السيد أسامة العريبي الناطق باسم مكتب السياسي لإقليم برقة، ما يسمى بإقليم برقة، تحدث عن أن هذه الصكوك موجودة بالفعل وأن هناك بالفعل اجتماعات وأن لديهم وثائق ومستندات ربما تدين الدولة في مسألة أن هناك ناقلة نفط، وأنكم بالفعل أعضاء لجنة الطاقة حاولتم رشوة المكتب السياسي، وأنكم ربما وجه لكم الاتهام وسوف يتوجهون كما قالوا إلى النائب العام ليرفعوا على حضرتكم وعلى رئيس الحكومة قضية هي قضية رشوة ومحاولة رشا هؤلاء الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. يا سيد الفاضل، نعم. ما حدث بين لجنة الطاقة وسيد سالم الجدران يرجع تاريخه إلى 5 أشهر من الآن. أول إغلاق قام هذا السيد بإغلاق المواني، تم تشكيل لجنة من 4 أعضاء لجنة الطاقة، كنت أنا على رئيسها على رئاستها، وذهبنا في طائرة خاصة واجتمعنا معهم في اجتماع موثق، كانت حاضرة قناة توباكتس ووثقت هذا الاجتماع من الألف إلى الياء. تكلموا معنا بكل وضوح وقالوا نحن نطلب أن تسير لنا ميزانية خاصة في حسابنا الشخصي لا يوجد عليها رقيب، ونطلب زيادة 10 مليون زيادة في ميزانيتنا. قلنا لهم هذه ليست طريقة عمل دولة، وهذا بحضور 5 من أعضاء. سيد ناجي، يعني لو سمحت أن تعيد، لأن هذا سوف يوضح كثير من الأشياء. لا سيد مختار، لكن تحدث. إذا أردت أن أتكلم. لا تفضل، لك المجال. لا فقط أريد أن تعيد هذه المعلومة بتأني، متى دار هذا الاجتماع مع من ويعني ومن جميع الاجتماع؟ نعم. هذا الاجتماع دار قبل 5 أشهر، تم تشكيل لجنة من المؤتمر الوطني العام وخاصة من لجنة الطاقة، كان فيها 4 أعضاء وكنت أنا رئيس لجنة الطاقة. تم ذهبنا إلى هناك في طائرة خاصة واجتمعنا مع آمر حرس المنشآت السيد علي لحرش بحضور سالم الجبران أخو إبراهيم، وقالوا لنا أن إبراهيم خارج البلد. جلس معنا سالم الجبران وعلي دحرش بحضور 10 من من ضباط حرس المنشآت النفطية. تكلموا بلسان رجل واحد، قالوا نحن نطالب بعشرة مليون زيادة في ميزانيتنا، وأن تسيل الميزانية بشكل خاص في حسابنا دون وجود رقيب، ونحن ندفع
الرواتب بطريقتنا، والمؤسسة الوطنية ترفض هذا الأمر، ونحن نطلب منكم أن تفرضوا على المؤسسة أن ترفض لنا هذا الأمر. هذا الأمر موثق بكاميرا قناة تباختس من الألف إلى الياء. طيب عندما سمعنا منهم هذا الأمر اختلفنا معهم في هذه الآلية، وقلنا لهم هذا أمر لا يستقيم، نحن سوف نرجع إلى المؤتمر الوطني العام، لكن بعد أن تفتحوا أنتم هذه المواني ثم نقوم بتصحيح الأمر حتى يكون هناك رقم حساب ورقم وظيفي ورقم وطني لكل منتسب لحرس المنشآت النفطية. أتمنى هذا الاجتماع، وقاموا هم بفتح المواني ورجعنا إلى مدينة طرابلس. نقلنا هذه الصورة إلى المؤتمر الوطني، واجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي أفادنا أن الميزانية المخصصة لحرس المنشآت النفطية هي 186 مليون طبيعية تسير لهم، لكن هم من يطالبون بزيادات الغير مبررة. حدث هذا الأمر، دعني أكمل. حدث هذا الأمر واجتمعت لجنة الطاقة عندما أعلمنا بأن سيد علي دحرش آمر حرس المنشآت النفطية قام بالتوجه بمذكرة رسمية بهذا الأمر، مذكرة رسمية إلى سيد علي زيدان، واشترط فيها إما قبول هذه الطلبات أو قبول استقالته. تم إقالة السيد علي دحرش بناء على طلبه أو تقديم استقالته. تم تكليف آمر آخر لحرس المنشآت، رفض هذا السيد سالم وحرس المنشآت التعامل مع هذا السيد، وقاموا بإغلاق المواني. السيد هو السيد إدريس بوخمادة. لكن في نقطة سيد ناجي لم أفهمها، كيف اجتمعتم وكانت المواني مقفلة وأنتم رفضتم زيادة على 10 مليون كما تقول على الميزانية الأساسية 186 مليون ورجعتم إلى طرابلس ونقلتم هذه المطالب والمواني فتحت؟ كيف يعني كان هناك في تفاهم؟ أقول لك شيء، هم اشترطوا أمران. الأمر الأول أن لا يتم إقالة السيد علي الأحرش كآمر حرس المنشآت، هذا أمر مكتوب في محضر رسمي الآن عندنا صورة منه. اشترطوا أن لا يتم إقالة السيد علي الأحرش كآمر حرس المنشآت، وأن تتم هذه الزيادة لتغطية مرتباتهم. اشترطوا هذا الأمر. أما السيد علي الأحرش سوف يبقى في منصبه، والمال سوف نراجعه مع المؤسسة حتى نتأكد من أعدادكم. مرة يقول 18,000 ومرة قالوا 20,000 المنتسبين الذين ينتمون إلى حرس المنشآت. يعني عندما رجعنا وتم فتحوا المواني كأبداء يعني كأظهار لحسن النية أنهم لا يريدون إغلاق المواني. فتحوا المواني ولكنهم بعد 10 أيام رجعوا وأغلقوها، الإغلاق الذي يستمر حتى الآن. يعني أصل هؤلاء الناس. طيب أنت يعني بمعنى كلامك سيد ناجي أنك تفند كل ما دار طوال هذه الأشهر وهذه الأزمة التي استفحلت. هناك جزئية خطيرة في هذا الأمر يجب أن يعلمها أهل برقة. الآن عندما هم يدخلون هذا الأمر سوف نعلن أمر عظيم لهؤلاء الناس. السيد سالم الجبران وفي محضر رسمي موثق صوتا وصورة وكتابة لم يتطرق إلى لا نفط بعدادات ولا لسرقة، ما تكلم عنه فقط هو أنه يريد زيادة في ميزانيته التي تسير له. طيب. عندما قاموا بالإغلاق الأخير وابتدعوا قصة بيع النفط من غير عدادات، جاءني هذا الرجل وضع المراسيل قال أخرج فقط يا سيد ناجي وأكد للليبيين أن النفط يباع من غير عدادات. هذه المعلومة فقط. هذه لم أفهمها سيد ناجي، أرجوك سيد ناجي يعني لم أفهم هذه المعلومة، ماذا قالوا لك وماذا طلبوا؟ قالوا يا سيد ناجي أنت رئيس لجنة الطاقة في المؤتمر الوطني العام، بعدما صرح عضو من المؤتمر بأن هناك نفط يباع من غير عدادات، هذا العضو أعتقد عندكم اسمه. قل من هو؟ السيد تواتي العيضة. صرح وقال أن هناك نفط يباع من غير عدادات، الموضوع الذي أثير في الشارع الليبي لغاية الآن. نعم. طالبوا مني أن أخرج أنا كرئيس لجنة الطاقة وأؤكد هذا الأمر. وقال من هم تحديدا؟ السيد علي الأحرش، السيد سالم الجبران. سالم الجبران يتكلم باسم أخوه إبراهيم. طيب. أخرج يا سيد ناجي وأكد لنا أن النفط قل الليبيين أن النفط يباع من غير عدادات، وسوف تكون منا وتكون بارزا في تنظيمنا، وسوف نعطيك كل ما تريد. ماذا يقصد تنظيم ماذا يعني؟ تنظيم حرس المنشآت أم ماذا؟ تنظيم، هم كانوا يفكرون إلى أن يكون لهم شركات نفطية ويكون لهم أسطول من البواخر، يريدوا أن يتاجروا في النفط. طيب
المهم يا سيدي طيب يعني طيب هذه يعني وصلت سيد ناجي عذرا يعني حتى يعني لدي كثير من الأسئلة ولدي أيضا يعني عديد من النقاط التي تحدث عنها، لكن أنت ترجع أصل القصة إلى الاعتصام الذي دار بحرس المنشآت بقيادة السيد علي الأحرش وأيضا السيد سالم الجذران لمطالبة وعشر ضباط كما تقول في اجتماع دار بينكم لمطالبة بزيادة 10 مليون دينار زيادة على 186 مليون دينار كميزانية تسيل بشكل خاص ولا رقيب ولا حسيب عليه وتنفي كل مدار طوال هذا الأشهر من قصة العدادات وغير ذلك. لكن هناك أيضا اليوم مدار لكن طيب لكن سيد ناجي حتى سيد سالم أريد أسألك عن هذه 30 مليون وهذه الصكوك، هل بالفعل أنتم لجأتم سيد ناجي أرجوك استمع لي سيد ناجي لكن هل دعني أنهي الكلام. طيب باختصار أرجوك، أنا سمحت لك تتحدث كثيرا يعني لم أقاطعك فقط حتى أفهم. دعني أتكلم. لا تكلم لك الوقت سيد ناجي. البعض نحن نفينا في نشرة الأخبار هذه المعلومة، قام سيد الحاج بالاتصال بي وقمت بنفي هذه المعلومة، لكن سردا للأمر حتى يعلم الناس من الذي يتكلم باسم برق الآن. نعم. من هو؟ عندما قاموا بهذا العرض السخيف أنا ذهبت في جلسة رسمية في المؤتمر الوطني العام وذكرت لهم أن هناك من يضغط علينا ويعطينا العروض في جلسة رسمية في المؤتمر الوطني العام من أجل أن نقول أن النفط يباع من غير عدادات. ذكرت هذا الأمر في جلسة رسمية في المؤتمر الوطني العام. نعم. نحن رفضنا وخرجت أنا في أكثر من قناة ومنها قناتكم وأكدت هذا الأمر جلد بيع النفط من غير عدادات وهذا افتراء. وبالتحديد خرجت معي أنا تحدثت عن هذه الأزمة وكانت حتى شاملة أزمة الكهرباء، لكن دعني أنتقل إلى موضوع مسألة الصكوك. يعني هل أنت تنفي أنك أنت وقعت الصكوك أم أنت خرجت منك الصكوك؟ أنفي هذا الأمر يعني هل هذه الصكوك مزورة؟ هل يعني دقيقة سيد ناجي، هل هذه الصكوك مزورة التي خرج بها الأخوين الجذران في المؤتمر الصحفي؟ مزورة بامتياز. أولا هذه الصكوك سيد ناجي، يعني هل هذه لم تأتي من الحكومة، لم تخرج من المؤتمر الوطني؟ هذه الصكوك بالفعل مزورة لم تخرج لديك؟ يعني أنت متأكد حتى الحكومة لم توقع ذلك؟ لا أدخل في هذه المساومات السخيفة. يعني ولم تقوموا بتقديم أي مساومات في السابق حتى ولو كان بشكل سري؟ طيب دعني أكمل لك نقطة. أنت تسأل في أسئلة أنا أجبت عليها مسبقا، لكن ما أريد أفعله للناس الآن. لا ما هي الوثيقة. سيد. نعم تفضل. هذا السيد الذي يتهمني أنا بأني حاولت رشوته بشكل علني يوميا في وسط جدابية يقوم بتوزيع السيارات. طيب بشكل علني. وهذه النقطة أيضا وهذه النقطة تحدثت عنها سيد ناجي. طيب سيد ناجي مختار، أنت في النشرة مع زميل نبيل تحدثت عن هذه النقطة مسألة السيارات، وأنت الآن تنفي وتقول أن هذه الوثائق مزورة ولم تخرج من المؤتمر الوطني ولا الحكومة. سوف نحاول اتصال طيب وسوف نحاول عرض أيضا هذه الوثائق، وربما المكتب السياسي قال لدينا النسخة الأصلية فخرجنا فقط بالنسخة المصورة ضوئيا. معي الآن عبر الأقمار الاصطناعية، دقيقة سيد ناجي ابقى معي الآن عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي أحد أعضاء المكتب السياسي لإقليم برقة سيد يوسف هارون الشهيبي. سيد يوسف مساء الخير. مساك الخير يا أخي كريم. سيد يوسف سيد ناجي مختار ينفي هذه القصة ويقول كل ما دار في هذه الأشهر من اعتصامات ومطالبات وأغلاق للنفط كلها كانت مطالب فئوية تخص حرس المنشآت بزيادة 10 مليون دينار ليبي تسيل كميزانية خاصة لحرس المنشآت على زيادة على الميزانية الأصلية اللي هي 186، وينكر وينفي أن هذه الصكوك خرجت عن المؤتمر الوطني والحكومة، ويقول أن هذه الصكوك الذي عرضها مكتبكم في إجدابية في المؤتمر الصحفي مع الأخوين الجذران هي صكوك مزورة. ما هو تعليقك؟ أخي الكريم تدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرحم على شهدائنا، نسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالحين. نعم. ونسأل الله الشفاء العاجل لمرضانا وأن يطمنا خير على الغائبين إن شاء الله. أخي الكريم هذه لا نستغرب أن يكون خطاب بعض الشخصيات التي يمسها الأمر أن تتنكر لهذا الواقع وهذه الحقائق.
يا أخي كريم نحن نتحدث من واقع عشناه وواقع قريبي منه. هؤلاء الناس أخي كريم هم من المنظومة الفاسدة، هؤلاء الناس هم من أفسدوا البلاد والعباد، هذه أموال الشعب الليبي اللي تسرق وتنهب. يتحدث السيد الكريم السيد ناجي مختار ويتحدث عن الحرس المنشآت والرسائل المتبادلة بين السيد الأحرس، قدمنا نحن الأوراق مسابقا والمراسلات موجودة عندنا وموثقة، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب بحافظين. الحمد لله أخلاقنا كثوار، أخلاقنا كأبناء هذا الدين السمح الدين العظيم لا تسمح لنا أن نكذب أو نغدر، لأن ليس من خلقنا وهذا من خلقهم أخي الكريم، وهذا ليس بغريب عليهم. السيد الأحرس الرسالة موجودة والمطالب الذي تحدث حقوق تحدث عليه السيد الأحرس، وسبقا قدمنا هذه الأوراق على قنواتكم وغيرها من هذه القنوات. والسيد الأحرس في تلك الرسالة حقيقة لم يتطرق إلى مسألة العدادات، هذه حقيقة نحن لم ننكرها، ولكن السيد هناك الملحق الرسالة الثانية من النائب السيد الأحرس تحدث على هذه التجاوزات وهذه الممارسات. السيد الأحرس تحدث على 7 بنود هي موجودة الرسالة، ولم يطلب الاستقالة بل تعرض قال في خطابه وفي رسالته الموجودة التي سبق أن تم عرضها، ولا سمحوني مش معايا الآن موجودة لأني جيت في طريقي من جدابية، فالأوراق والملفات موجودة في الأرشيف في المكاتب. نعم. فتناول هذا الأمر ووضحه وتحدث عليه يعني في 7 نقاط تحدث وتحدث على قضية أن هناك هناك النظريات وهناك وغيرها، ومسألة حتى على من هو على وزارة النفط السيد العروسي نقل ما يقارب 7. هو لم يتحدث في تلك البنود على قضية العدادات. قضية العدادات ثبتت وهي قطعية الدلال قطعية الثبوت، الأوراق موجودة أخي الكريم أن هناك فساد، هناك عدادات غير صالحة، وأتينا بتقارير من دول من شركات أجنبية تؤكد على أن هذا أهدار للمال الليبي، وهذه الوثائق والأوراق عندنا وموجودة وتحدثنا بها وهنا. طيب. وهناك لكن قطعية وثابتة وغير مزورة. نعم. طيب لكن سيد هارون إذا كانت هذه الوثائق إذا كانت هذه الوثائق رسمية وغير مزورة كما يقول السيد ناجي مختار، إذن لماذا قبلتم أو لماذا قبل السيد سالم الجذران أن تنزل أو تهبط هذه الكمية من الأموال 2 مليون دينار ليبي في حسابه؟ هذا هو الذكاء بعيني أخي الكريم، لأن كيف ذلك؟ لا أخي الكريم قيم الثورة لم تتجسد في حراكهم وفي مبادئهم وفي مواقفهم، ويستغلوا في عاطفة الشارع الليبي أخي الكريم، وكلنا شاهدنا من ضمن ذلك العواطف حديثهم على أن الغاز انقطع حنا والكهرباء سببها البترول كله، وبعدين نأتي بتقارير موثقة من داخل الشركة من داخل قطاع الكهرباء على أن لا علاقة بالنفط وإغلاق المواني بقضية انقطاع الكهرباء. طيب. وغيرها، وهذه بل هو الأمر يعني سيد يوسف نعم يعني أريد حوارا أنت معلوم عليك أنك شخصية تحاول يعني تقديم دفعة كثيرة من المعلومات وأيضا من البيانات، لكن إذا كانت هذه السكوك رسمية ويعني ليست مزورة كما يقول السيد ناجي مختار، لماذا لا تعرضوها على وسائل الإعلام بدمغتها بأختامها بتوقيعها؟ لماذا اكتفيتم بالعرض الغير مباشر الغير واضح في المؤتمر الصحفي؟ وكيف هو ذكاء إذا السيد سالم الجذران يقبل رشوة في 2 مليون دينار حتى يورط الحكومة؟ لماذا لم يخرج ويقول أن الحكومة تحاول باتصالات يسجل لهم يصور لهم يعني يثبت ذلك من غير أن تكون هذه الأموال تهبط في حسابه أو تكون محملة في حسابه؟ أخي الكريم لاحظ الآن عندنا من الأدلة وإثباتات ما قدمنا وسنقدمها لسادتكم وحضراتكم والمشاهدين، وهو الشخص الذي يتحدث الآن ينكر هذا الأمر ويتنكر له، فكيف توقع أن هذه الأموال لم يستدرجهم السيد سالم ليضعوها في حساباتهم؟ كانوا يضعوا ويخرجوا على المواطن المسكين الطيب ويقول لا هذا تزوير وهذا غير حقيقي وهذه المعلومات غير صادقة. أخي الكريم البارحة الأمر حدث، السيد ناجي نعم جلس، السيد ناجي سأل 37 الأموال اللي تحدث عليها والسكوك. لا سيد يوسف نعم سيد يوسف أرجوك دعني أجيب على السؤال سيد يوسف دقيقة يعني أريد إجابة قاطعة على هذا السؤال. إذا كانت هذه الوثائق كما تقول غير مزورة، لماذا لم تعرضوها على الوسائل الإعلام كما سألت لك وأعيد السؤال مرة أخرى بدمغتها بتوقيعها بكل الإشارات اللي فيها بالرقم الإشاري؟ لماذا لم تعرضوها؟ الناس تشكك في نواياكم
والآن عضو مؤتمر وطني يمثل الجهة يمثل الدولة يقول إن هي مزورة. أخي الكريم نحن قدم المسألة سهلة جدا، لا بالعكس، قدمنا الأوراق وشهادة المواطن ونحن سنقدمها أخرى كما تشاء وتريد، وهذه مسألة منتهية عندنا. السيد ماجي السيولة اللي سيلها 2 مليون في حساب نستطيع، هذه موجودة الحسابات أخي الكريم. هل تعلم أخي الكريم هناك مسألة خطيرة جدا؟ السيد زيدان البارحة كان في بنغازي أخي الكريم، وكان في شخصية بيلتقي بها في بنغازي في المطار، عارف من أخي الكريم هذه الشخصية؟ قل لي هو السيد سالم بجذران كان بيلتقي معه، لذلك شن قال السيد؟ لم طيب. ينكر هذا المسألة أن السيد زيدان في لقائه اليوم على شاشة ليبيا الوطنية قال أنا التقيت بشخصيات من الساحقة وكنت أنتظر شخصية مهمة لألتقي بها. نعم الشخصية المهمة اللي بيلتقي بها هو السيد سالم جذران أخي الكريم، لكن ولكن لكن, سالم لكن أنت أنت بعد يعني على هنا نقطة نظام سيدي، نقطة نظام سيد يوسف، نقطة نظام. سيد أسامة العريبي يقول أن هناك شخصية زيدان جاء يسلم حقيبة بها 5 مليون دينار ليبي إلى السيد إبراهيم الجذران، لكن هنا المنطق يعني يعمل، هل يعقل رئيس حكومة يأتي ليسلم مبلغا بيده؟ لماذا لم يرسل أحدا غيره؟ أخي الكريم المسألة سهلة جدا، هؤلاء لا يثقوا في أحد، هؤلاء يتعاملوا بعقلية هم تربوا عليها ورضعوها. أخي الكريم هؤلاء نحن نتحدث على منظومة فساد أخي الكريم، نحن نتحدث على ميزانية تسرق وتنهب هنا وهناك. طيب لكن سيد يوسف، سيد يوسف هارون الإشكالية، نعم الإشكالية سيد هارون، سيد هارون نعم مواطن عليها أخي الكريم. لكن سيد هارون لماذا طيب لماذا نعم لماذا أنتم لا تثبتوا صحة حديثكم؟ يعني هذه الأزمة بدأت من حرس المنشآت، وتحدث عنها سيد ناجي وقال هذه أصل نعم. القصة، وأن سيد علي الأحرج هي أصل القصة ومعها سيد سالم الجذران والمبالغ المالية، من ثم انتقلت إلى مسألة العدادات، وحتى اليوم سيد يوسف هارون وربما أحاسبك هنا كسلطة رابعة، أين هي الوثائق التي تقول أن المواني النفطية لا تعمل من غير عدادات حتى نكون منصفين ونتحدث بمنطق؟ أنت الآن لم تثبت هذا الحديث الذي دار طوال أسابيع، وخرجت أكثر من مرة في ليبيا الأحرار وجل القنوات الليبية تتحدث عن هذه السرقات، ولم تخرج دليلا بسيطا حتى فيديو موثق يقول أنها تفضلوا يا ليبيين هذه الحقول وهذه المواني تعمل من غير عدادات، والمواني في ذات الوقت تحت سيطرتكم. انا استغرب هذا الكلام، المواني تحت تحتكم اخي الكريم، هذا الذي يستغربه الان. اخي الكريم انا استغرب هذا الكلام، لان قدمنا الاوراق على قنواتكم ولعلك ترجع حتى الطاقم اللي موجود هنا في اذاعاتكم في الحلقتين السابقتين شاهدوا الاوراق واطلعوا عليه، والمواطن الليبي المشاهد اطلع، ودرنا مؤتمر حتى في بنغازي لقاءات مع شخصيات من قطاعات النفط اطلعوا على هذه الاوراق وعندهم استعداد حتى يخرجوا يتحدثوا على هذه الحقائق. اخي الكريم نحن أثبتنا بقطعيات الرسائل والثابت منها بأرقام أخي الكريم إشارية بأن نعم هناك أو بشهادات حتى أعضاء المؤتمر شخصيات اعترفت، بل هم أخي الكريم تحدثوا على أن نعم هذه المشكلة قالوا من أيام العروس سيد العروس قال هي نتيجة للقذافي وجه إليه السلاح والنار، وهذه الأمر كانت فاسدة وغير عاملة من قبل الحرب أخي الكريم، من قبل حرب التحرير، وأثبتنا أخي الكريم هنا عندكم برسائل بأرقام إشارية لشركات أجنبية. وعلك الآن تنبه المواطن على حلقة غدا أو بعد غد نأتي بأوراق مرة ثانية ونقرأها على المشاهد. إذا أخي الكريم نحن أمام منظومة فساد، نحن أمام الصندوق الأسود طيب. المعمر طيب. الكذاب اللي هو قطاع طيب. النفط. لكن سيد يوسف هارون نعم سيد يوسف هارون هذه الوثيقة التي تحدث عنها نعم. لشركة سيرت، وأنا أتذكر ذلك، وتقول أن هي تتحدث أن هذه العدادات مهترئة وقديمة، ولم تقل أن ولم تثبت حتى هذه اللحظة أن هذه العدادات غير موجودة أصلا، وأن الدولة تبيع بالنفط من يالا كما نقوله بالليبي. لكن ابقى معي يعني أنقل لعل طيب دقيقة سيد يوسف، يعني حتى نعطي الفرصة للسيد ناجي مختار. سيد ناجي مختار استمعت إلى حديث سيد يوسف هارون يقول أن هذه الصكوك خارجة عن الدولة من المؤتمر الوطني منظومة فساد، وأيضا أنكم تحاولون رشا هؤلاء الشباب المحتجين أو المعتصمين حتى نستخدم عبارات يريدها الطرفين ألطف، وأيضا يقول أن أودعت 2 مليون دينار لتورط الحكومة وتثبت أن الحكومة بالفعل فاسدة، ما هو تعليقك سيدي؟ أولا يا سيدي الفاضل أعتقد أن هذا الرجل تكلم كثيرا ويجب أن تعطيني على الأقل أن أرد عليه في 3 دقائق فقط.
نعم تفضل. هناك معلومة يجب أن يعلمها الليبيون فيما يخص الباخرة النفطية التي دخلت ميناء السدرة. لكن سيد مختار، سيد مختار أرجوك يعني حتى ننتقل نقطة بنقطة، أرجوك أنا أدير الحوار هنا سيد يا سيد ناجي، أرجوك سيد ناجي أنا أدير الحوار هنا، أسألك أجب عن هذا التعليقات التي ذكرها سيد يوسف هارون ومن ثم أنتقل إلى قصة الباخرة ولك الوقت، لكن دعني في النقطة الأولى. التعليقات التي ذكرها وقصت بها عن نظر عدداتي يا سيدي، هذه أخذت من الليبيين وقتا وجهدا ونفاها القاصي والداني، نفاها دوال المحاسبة، نفيناها نحن في لجنة الطاقة، نفتها الدنيا، نفتها لجنة التحقيق التي كلفت بقضاة. يا سيد الفاضل هناك سؤال محرج لهذا الرجل، حرس المنشآت إذا كانوا يعلمون بهذا الأمر لماذا أعلنوا تم الآن عن هذا الأمر بعد عامين ونصف من العمل في هذه المواني؟ نعم سأنقل له السؤال. نعم تريد الإجابة على هذا الأمر الآن؟ الآن الآن يعني تريد الإجابة الآن؟ عندما أكمل مداخلتي سوف يجيب هذا الرجل. طيب تفضل. سكتوا عن هذا الأمر ليلة عامان ونصف، هذا أولا. ثانيا يا سيدي، في المؤتمر الوطني العام قمنا بتشكيل غرفة عمليات خاصة برئاسة المؤتمر السيد نوري بوسهمين مكونة من ست رؤساء اللجنة من أجل منع هذه الباخرة التي أدخلوها أن تعبي من النفط الليبي الخام الموجود في ميناء السدرة. هذه الباخرة اجتمعنا عليه لمدة 5 ساعات، قمنا بتحديد وشاتها ومصدرها، باخرة تايوانية رست في ميناء مصر باتصال مع إبراهيم الجبران بتنسيق خالد الجبران موجود في الإمارات وبحقه مذكرة انتربول أحمر أخو إبراهيم الجبران هو الذي قام بإرسال هذه الباخرة، الآن بحقه مذكرة اعتقال من الانتربول الدولي، إبراهيم الجبران بحقه مذكرة اعتقال دولي وسوف تتطور إلى انتربول أيضا بسبب هذه الباخرة التي لا يعلم عنها بيون شيئا. دخلت باخرة تحمل، تريد أن تحمل 2 مليون برميل، قمنا بتشكيل غرفة عمليات خاصة حتى أخرجنا هذه الباخرة من ميناء السدرة. يعني هذه الباخرة سيدي كانت أتت بشكل واضح ولم تقم بالاستجابة لنداء الراديو الليبي، قمنا بتشكيل غرفة عمليات ومحاصرتها ثم تهديدها بالقصف حتى خرجت من الميناء. نتج عن هذا الأمر إصدار مذكرة اعتقال في عمر مشعود عبد الحفيظ وهو معروف من قوة هذا الشخص. رقم 2 إصدار مذكرة اعتقال بحق خالد الجبران المقيم في الإمارات وهو أخو إبراهيم الجبران الذي يعطيه الأموال من هناك. الثالث هو إبراهيم الجبران تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه. يا سيدي هناك سؤال يسأل ونحن نريد له إجابة. رحت له طرحته على سالم، قلت له أين الميزانيات حرس المنشآت في العامين الماضيين؟ كان يسير لكم 186 مليون دينار سنويا، أنتم الآن خزنتم هذه الأموال وتستخدمونها الآن من أجل إيقاف المواني وابتزاز الدولة. طيب عارف ماذا قال لي هذا الأمر؟ ماذا قال لي هذا الشخص وليس الرجل، هذا الشخص قال هذه أموالنا ونحن من يحدد لمن يعطيها ولمن لا يعطيها. طيب 186 مليون لمدة سنتين. لكن سيد ناجي مختار يعني المعلومة عن الباخرة، الباخرة الباخرة التي ذكرتها يعني خرج السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيد علي محريق هنا في المنبر وذكر لي هذه المعلومة وقال ابن منصور ضو يحاول باتفاق مع المعتصمين بعد ذلك، وفي حلقة أخرى جلبت نفس الشخصية وسألته السيد علي محريق دكتور علي هل أثبتتم ذلك؟ قال نحن نعتمد على وسائل، يعني قرأنا هذه المعلومة وسائل غربية وجدناها في أحدى المواقع الإلكترونية. هل أنتم لديكم الدليل القاطع عن هذه الباخرة؟ لدينا الدليل القاطع. نحن ما يشيله هذا الرجل. طيب لماذا أنتم صمتتم عليها إذن؟ طيب سيد ناجي يعني 5 أيام. نعم لماذا أنتم سكتتم على هذا الأمر؟ لماذا لم تناقشوا في المؤتمر الوطني العام؟ لماذا لم تقولوها؟ يعني في تحقيق كنا في تحقيق يا سيد الفاضل، عندما تلقينا معلومة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة قال تلقيت اتصالا من الشركات المشترية للنفط، قالت هناك ميليشيا مسلحة في ليبيا تعرض 7.5 مليون برميل للبيع. تلقينا هذا الأمر وقمنا بمراقبة المواني حتى فجئنا بإصدار أو بإعلان رأس النفط الفدرالي. تم هذا الإعلان اليوم، وثاني يوم دخلت هذه الباخرة. كان يريد السلطة لمدة 48 ساعة فقط حتى يبيع النفط بهذه الباخرة. أعلن الفدرالي اليوم وهو يعرف أنه لن يتم القبول به كآمر لبرقة، لكن كان يريد هذه السلطة ليومين فقط. طيب حتى يبيع النفط. يعني سبعة مليون ونصف برميل
مخزن طيب. في خزانات ميناء سدرة وراس سنوف، يريد طيب. هذا الرجل باسم الفدرالية أن يبيع هذه الكمية فقط. لكن لماذا يا سيد نجم مختار، يا سيد نجم مختار، ذات السؤال الذي تطرحه على السيد يوسف هارون، وسوف أعود للسيد يوسف هارون، لماذا سكتتم طوال هذه الفترة كلها؟ أسألك لماذا أنتم لماذا صمتتم وأنتم يعني جهة يعني سلطة تشريعية ومعكم أيضا سلطة تنفيذية، لماذا صمتتم وقلتم يعني طوال هذه الفترة لم تخبروا الرأي العام، لم تتحدثوا عن هذه القصة، قصة الباخرة وسبعة مليون برميل الموجودة في ميناء السدرة، وهذه الباخرة تريد أن تحمل 2 مليون برميل، لماذا يعني صمتتم طوال هذه الفترة كلها؟ يا سيدي نحن جهة مسؤولة في الدولة لا نصمت، نحن قمنا بإصدار مذكرة اعتقال بحق المطلوبين، مذكرة اعتقال بالإنتربول ومذكرة اعتقال داخلي. طيب طيب سيد يوسف، طيب سيد يوسف هارون الشهيبي، استمعت الى اسئله نعم. طيب سيد يوسف هارون الشهيبي، استمعت الى اسئله سيد ناجي مختار رئيس لجنه الطاقه بالمؤتمر الوطني، يعني اسئله ربما الخصها في يعني في هذه النقاط، لماذا سكتتم طوال العامين ونصف العام عن هذه العدادات المهترئه او عدم وجودها في هذه الموانئ، يعني وربط هذه القصة بقصة يعني حرس المنشآت، أيضا أين ذهبت ميزانية حرس المنشآت لطوال عامين ونيف والمقدرة ب 186 مليون دينار ليبي في عامين أو في عام واحد كل ميزانية؟ والسؤال الثالث، يعني ماذا عن هذه الباخرة التي أنتم متواطئون كما يقول مع السيد خالد الجذران شقيق سالم وشقيق السيد إبراهيم الجذران، والمطلوب من الانتربول الدولي والسيد إبراهيم المطلوب من النائب العام، وحاولتم بيع هذه الكمية ليومين فقط تحاولونها ولكن بئتم بالفشل، أريد إجابات منطقية سيد يوسف هارون دون الحديث عن أي زاوية، أجب فقط عن هذه الأسئلة ومن ثم سنعود أيضا نناقش. طيب سنجيب أخي الكريم، والحمد لله طبعا القوى العمومية لأعضاء ومنتسبي الأمن الداخلي في سبأ تقاضي الآن فورها. اسمع أخي الكريم، أبدأ من حيث انتهى هو السيد. الباخرة اللي تحدث عليها هي اسمها الأول، هذه الباخرة يسأل عنها ألي لا يحدثك مثل خبير. الأخوة اللي على الزوارق اللي هم في القوة البحرية في بنغازي الذي قبضوا على هذه الباخرة، نحن تواصلنا معهم الشرفاء النبلاء أبناء ثورة 17 فبراير، قبضوا على هذه الباخرة وجوا بها البنغازي. أخي الكريم اتصل بي، أنا تواصلت معهم شخصيا وخرجوا على الإعلام وتحدثوا، ولكن المؤتمر الوطني وعصابات سيف الإسلام حاولت أن تغطي على هذه الجريمة. شن صار أخي الكريم؟ أولا تحدث على باخرة تحمل 2 مليون برميل، والله يا ريت يتكرم يقول لنا هذه اللي تحمل 2 مليون برميل، هذه نحن حد علمنا أن واحدة في الصين لكن 2 مليون برميل مش هذه اللي جات رأي الأول عشان تشوف المهزلة. الأخوة لما قبضوا عليها وجوبيها البنغازي أخي كريم اتصل بي لا 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 النائب بتاع قائد القوات البحرية السيد سليمان السيد السالم الساحلي أو سليمان الساحلي، ونستطيع في حلقة أخرى يا ريت نجيبهم لك القيادات اللي على القطعة البحرية يحدثوك بأنفسهم عن الجريمة هذه اللي صارت واللي غض عليها الطرف هذه العصابة المتحدث معك. شو صار أخي كريم؟ هؤلاء بعد ما قبضوا عليه وجابوا البنغازي اتصل بهم السيد سالم وسليمان الساحلي هذا النائب، شن قال لهم؟ قال لهم ارخوا سبيلها، قالوا لا ابدا نحن قبضنا عليه ولازم نسلمها. اخي الكريم قال لهم طيب شيلوها المصراته، اقسم بمن رفع السماء بغير عمد، وربي يشدني على هذا الكلام، ومن يشد الله على كذب يكفر في دين الله. قال لهم شيلوها المصراته، رفضوا، قالوا شيلوها البنغازي، بعد شلوها البنغازي وسلموها ما يقارب 12 عقدة. أخي الكريم أنا عندك الاستعداد، خلوا إعلام شريف، خلوا نجيبهم في حلقة ويقالوا زي يحكولكم كيف يا أخي الكريم حوربوا هؤلاء أبطال الشرفاء بعد ما أخي الكريم سلموها، جاءوا سلموها الموالي بنغازي المتورطين في ميناء بنغازي اللي رفضوا يتركوا الإيرادات في بنغازي ونقوا فيها المصراتة، هم رفضوا أخي الكريم، شندروا رفضوا أن يستقبلوها. الأخوة رموها بكم قاذف الار بي جي وب23، والله تقول تضرب في ايش ما اثر فيها وهبط. اخي الكريم اسالهم هم المتورطين، وياتي بنائب الدفاع قوات البحريه ليحدثنا عن الجريمه اللي صايره. نعم طيب، وبعد هذه اولا هذه موضوع الباخره اسمها ايول وارست في مالطا لما يمارسون الكذب، وقفت في مالطا اخي الكريم. نعم، ونزلنا المقاطع على صفحاتنا
واي مواطن ليبي الشريف يبيع الاسئله موجوده على صفحات طيب البحريه. سيد ناجي، سيد يوسف، الاسئله التي طرحها سيد ناجي مختار، هل لديك اجابه يعني ترد بها عن لماذا سكتتم طوال عامين ونصف العام حتى تتحدثوا عن العدادات؟ نعم هذه اولا مساله الاول، يعني عندنا من الشواهد والادله لا يحدثك، نجيبوا الشخصيات اللي قبضت عليها وتحكيشكم وهي موجوده وسجلناها على المكالمات وحاضره قاعده، هذا اول. المساله الثانيه قضيه العدادات، يا اخي الكريم، يا اخي انت امام منظومه فساد اللي جابت لمعمر البنزينه والنافته اللي يحكوا لك وقعوا في تونس جبل قتلونا في الجبهات اللي يحكوا لك هم متورطين في عقود في تونس، تفضلوا يا ساده، هذه كلها موجوده عند بوسامير وعند السيد الساده الكرام النائب العام، شن حركوا ساكنا؟ لم يحركوا ساكنا، يعني اللي جابوا البنزينه والنفط قتلوا فينا في الجبهات يحكوا الان باسم الشرف؟ يحكوا على الشرف ويحكوا على ان السرقات نعم. وعند يا اخي الكريم هذا موضوع العدادات، لا 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 يعني يا لا لماذا لماذا يا سيد يوسف الإجابة لم تكن منطقية مع هذا التساؤل، يسألك بشكل واضح وأنت علاقتك تعرف لديك وثائق كما تقول وتديرون هذه المسألة ولديك ما يثبت أن الكل متورط في يعني قصدكم على الحكومة والمؤتمر، لكن سألك لماذا صمتتم طوال سنتين ونصف والآن تتحدثون عن انفراج يعني عن عدادات معطبة لا تعمل وأن الدولة تبيع النفط من غير عدادات، وأيضا في الاجتماع الذي ذكره السيد ناجي مختار هذا الاعتصام وسيد سالم الجذران وغيره من الذين اجتمعوا معه تركوا النفط يعمل بعد الاجتماع الأول الخاص بزيادة 10 مليون، يعني هنا نقطة غريبة صراحة. أخي الكريم أجيبك، يعني قضية يا ما قلت لك القضية هؤلاء لا يحسنون إلا ممارسة سامحني السياسات اللي تربوا عليها وتشربوا وشربوها من 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 لما كانوا في الأمن الداخلي في مربعات سبها. تفضل أخي الكريم، هذه الرسالة الحمد لله أنا كما قلت لك الآن أنا جيت من جدابي الأوراق كلهم في الأرشيف وفي حلقات سابقة جيت وقدمت لكم وتركت بعض الصور عند الأخوة، نستطيع في حلقة أخرى نجي ونقدمها الأوراق اللي نحكي عليها بتاع العدادات. القضية مش قضية عدادات فقط أخي الكريم، نحن نتحدث على الصندوق الأسود القذافي وعصاباته، نتحدث على منع رأس المؤسسة وعلى الشخص على التسويق الخارجي وعظم كل عصابات متورطة الكثير، يعني هؤلاء اللي استعمل بهم القذافي واشتغل هي اللي موجودة نفس الوجوه اللي يجيب الغمة ما تغير شيء. تفضل هذه الرسالة أخي الكريم اللي كانت من السيد دحرش موجودة فيها سبع نقاط، سيب السيد هذه من المعروض عدادات مش موجود في هذه الورقة. نعم. مش نحن عن نفسي أنا ومجموعتي نحن مؤسسات مجتمع مدني التقينا أخيرا بهذا الحراك. متى التقيتم؟ متى التقيتم؟ على الحقائق. تفضل. طيب متى التقيتم؟ هذه الرسالة. متى التقيتم بهم حتى تعلموا هذه القصة قصة العدادات؟ تاريخ. لا لا نحن كمؤسسات كمؤسسات نحن مجتمع مدني. يعني قاعد نجمع في هذه المعلومات يا تقدر تقول لنا الان شهرين بهذا الحدود، لكن تفضل اهو السيد زيدان شوف توقيعه بيده سبع بنود مهمه جدا لثوار حقيقيين ابطال حمل بترول من بدايه الثوره لعند التو اخي الكريم شرفاء. تفضل شين دار السيد زيدان؟ هو لم يطلب الاستقاله ولمح قال لان الفوضى اللي موجوده لا استطيع ان اتحملها، لذلك افضل لي ان انسحب مثلا وكذا. شندار قال تفعيل استقاله السيد الاحرش، يعني يا سيد زيدان تسيب كل الجرائم والفضائع وتسيب الحقوق وتعدي تفعل ال طيب لكن في ذاك الوقت يعني سيد يوسف يعني انت تتحدث وانت عضو من اعضاء يعني مكتب السياسي الاقليم برقه من احد الشباب ولم يعني صراحه لم تعطيني اجابه منطقيه لماذا سكتتم او سكت حرس المنشآت اذا كانت العدادات لا تنفع من سنوات وان هناك منظومه للفساد تجلب البنزين والنافطه كما تقول لتونس ليقتلوا بهم ابنائنا، لماذا صمتوا يعني هذه المده؟ هذا هو السؤال الفارق ربما. اخي الكريم قضيه هؤلاء نحن ما صمت، انا عن كموسى مش عمد انضمينا لهذا الحراك، الاوراق عندنا قبل ان نلتقي بالسيد جذران ومجموعه الحرس قبل ان نلتقي بهم، نحن عندنا هذه الاوراق
ولا من ضمن كت المتحدث باسم قطاعات الرافضة للمركزية. أخي الكريم، أكثر من 90 مؤسسة مساهمة في المدني. الحقائق هذه عندنا، وجلست أنا شخصيا مع السيد يوسف المقريف الدكتور مسجل الموثقة ومع السيد زيدان، وقدمنا الأوراق في كم موقع، وفي وحدة المجالس الأخرى كانت أخيرا مع السيد عوض البرعسي ومسجلة موثقة بالصوت والصورة. قدمنا كل هذه الجرائم والفضائع، هذا في حراكنا المدني قدمنا هذه الفضائع، لكن بعد انضمينا لهذا الحراك والتقينا بهذه المجموعة الحمد لله الحقائق اللي عندنا مع ما مدونها هم به اكتملت كل الدوائر. نعم. طيب. يا أخي نحن نتحرك بقيم ثورة يا راخي. طيب 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 طيب. سيد يوسف، لا يعني لا أريد. سيد أرجوك. سيد يوسف دعني في المحور هذه القضية، مسألة الصكوك ومسألة 30 مليون، وانتقلنا حتى الآن إلى ميزانيات ولماذا صمتتم ومسألة العدادات من عدمها هل هي موجودة وغير ذلك. يعني الأجوبة حتى الآن الميزانية لعامين ربما أنت يعني لم تجب عن هذا السؤال، لكن إذا كان لديك بحوزتك هذه الوثائق وهذه المعلومات الكم الكبير، لماذا لم، وأنت يعني خصوصا قلت أنك تأخرت لأنك أنت كنت جاي من أجدابيا ولم تحمل كل الوثائق، لماذا لم تحمل أهم وثيقة تدين بها الحكومة والمؤتمر الوطني في مسألة الرشوة، يعني السكوك، سكوك الرشا التي طرحها السيد سالم الجذران؟ سيدي الكريم، ابتداء دعني اوضح مسألة انت طرقت الان، الاوراق العدادات وغير العدادات والمتورطين نحن قدمناها وموجودة عند المؤتمر وعند الزيدان وعند النائب العام عند المجموعة كلها، حتى بعض الاوراق تم تزويرها وطلعنا بالاعلام وقلنا اثبتنا ان مزور، وحتى بعض الاوراق يعني قضية الاوراق عندنا وقدمناها، يعني عندنا من القطعيات ما يثبت وقدمنا هذه الاوراق تجاوزناها، يعني الادلة عندنا، نحن لا نحكي من فراغ ولا نحكي من مجرد اوهام، بل حقائق واوراق موثقة بتواريخ اشارية وارقام، وسبقا قدمناها وعند الدولة بجميع جهاتها. هذه مسألة. نعم. قضية السيد الأحرش قدمنا وهي الورقة موجودة، لم يسكت الأخوة الكرام، لكن لذلك بعد ما تم فكوا المسألة وبدأ الأمر يشتغل الحقول، جاءت مسألة العدادات من الشرفاء اللي يشتغلوا في الحقول، التقوا بالسادة الحرس المنشآت وبين لهم حقائق، هم تبنوها ضفوها إلى المطالب والحقوق اللي يتبنوها اللي متبنيها، وبدا الحراك جماعي بين مؤسسات المجتمع المدني وبين حرس المنشآت وبين الشرفاء اللي في الحقول. يعني اكتملت. سيد يوسف، لماذا لم تحضر، لماذا لم تحضر هذه السكوك معك وانت يعني قادم من اجدابيا، لماذا لم تحضرها حتى تثبت ما صحه ما... نعم يا اخي الكريم، انتم كلمتوني وانا قاعد دوبي واصل قريب من البيت يعني، واتصلتم بي قلت ان ابوك في الحلقه جيت، يعني لو اني عالم ان في حلقه كان الامر غير. نعم. كان الامر غير. انا اعطيك مثل على الاخوه اللي تكلموا له، انت خوض انت بس العقد اللي تم بين ليبيا وما بين ليبيا ومالطا. طيب. توقعان اتفاقيه حول حقوق لاحظ عشان نوريك العقليه اللي اخفوها على المواطن الليبي، اهو التقرير اللي جبناه اخي الكريم من الشركات اللي تم التوقيع عليها اللي وقع زيدان والعروسي. عارفين الصفقة هذه يا شعب يا ليبي انضحك فيها عليكم، حتى المجرم الطاغوت القذافي رفض ان يوقعها، وقعها زيدان. طيب. وقعها العروسي ليقدروا في عساباتهم. طيب فرضت لك مساحة سيد يوسف، دعني انتقل سريعا قبل ان نختم. سيد يوسف دعني يعني اعود سريعا الى سيد ناجي مختار قبل ان نختم هذه التغطية. سيد ناجي مختار، يعني كل ما تحدثت عنه ربما استمعت، او الاسئلة التي وجهتها الى السيد يوسف هارون تحدث عنها، أريد منك تعليقا على هذه الردود، وهو مصر في قوله أن هذه السكوك هي خارجة منكم من الدولة موقعة، وأنكم حاولتم أكثر من مرة رشا المحتجين ورشوتهم بمبالغ مالية، وأن رئيس الحكومة حاول لقاء السيد إبراهيم الجذران وإعطائه المال، ويعني أشياء كثيرة وأنت تستمع إليه، أريد منك ردا على هذا الحديث الذي تحدث به السيد يوسف هارون. أولا سيدي سوف أجيبك باختصار شديد كما تطلب أنت. أولا فيما يخص الأسئلة التي طرحتها على هذا السيد، هو ليس من حرس المنشآت، وجدت له أسئلة لا يستطيع أن يجيب عليها. هو ضم لهم لأن تقاطعت المصالح فقط، لكن لا يستطيع أن يجيب لأن لا يملك إجابات أصلا. هذا أولا. ثانيا يا سيدي الفاضل، هذا الرجل خون الجميع، خون بنغازي، مصرات، الدنيا كلها، ولم يبقى إلا هو والجذران في ليبيا. رقم اثنين. نعم. رقم ثلاثة يا سيدي، الذي يرفض أن يلتقي برئيس الحكومة حتى يثبت عليه رشوة، يقبل أن يلتقي معي أنا ليأخذ مني رشوة
رئيس الحكومة أولى. أنا هو عندما تكلم قال من حسابي الشخصي، إذا إذا أنا من حسابي الشخصي هذه مسؤولية شخصية، لكن إذا كانت من رئيس الوزراء جاء لي يعطي رشوة هذا أولى للتوثيق وأولى للفضيحة. نعم هذه رابعة. خامس شيء يا سيدي الفاضل، تمنيت أن يكون الحوار أرقى من توجيه الاتهامات. إذا لم يكن لديه ما يجيب به فليترك أهل حرس المنشآت يجيبوا. نحن قلنا أن الميزانية التي الآن يصرف بها هذا الجبران هي ميزانية حرس المنشآت لمدة عامين بلغت 370 مليون بحوزته، وأهل برقة لا يعلمون هذا الأمر. أهل برقة لا يعلمون أن هذا الرجل يقوم بسحب مرتبات 18,000 وله قوائم بكل أهل برقة الذين ماتوا والذين أحياء يأخذ مرتبات عليهم. نريد أن يرينا فيما أنفق ميزانية عامين لحرس المنشآت النفطية أو من جهة أخرى، من أين له هذا المال الذي ينفقه الآن في إجدادية إذا لم يكن من ميزانية حرس المنشآت النفطية؟ نعم. أنا سألته أسئلة واضحة. نعم. قبل الثورة هذا الرجل كان لا يملك حتى سيارة، الآن يملك أصابيل من المال والذبائح والسيارات ويوزع في السيارات علني، من أين له هذا المال؟ نعم. أيضا هناك فيما يتعلق بالرشوة سيدي، أنا في جلسة رسمية في المؤتمر الوطني العام ذكرت لهم أن هناك من عرض على لجنة الطاقة ميزات ورشة من أجل أن نعترف بأنه يوجد بيع نفط من غير عدادات، وهو صاحب مصلحة في هذا الأمر أن أقول أنا أن النفط فعلا يباع من غير عدادات، لأن إذا أنا رئيس لجنة الطاقة قلت أن فعلا النفط يباع من غير عدادات سوف ينهي هذا أي جدال وأي نقاش في الدولة. لكن عندما عجزوا عن هذا أن يجدوا من يتعامل معهم بهذه الخصة اتجهوا لهذا الأسلوب الدنيء. طيب هم يعني لديهم إجابات يقابل بها اللجنة. يعني الإشكالية نفس يعني كما هي سيد ناجي مختار وسيد يوسف هارون، الإشكالية كل يقول أن طرف يقول هذه الوثائق رسمية وأصلية وهذه الصكوك خارج عن الدولة، الطرف الآخر يقول أيضا أن هذه الوثائق أو هذه الصكوك مزورة ولم تخرج عن المؤتمر الوطني وعن أيضا الحكومة. الحديث عن مطالبات فئوية كانت انتقلت إلى مطالب بإغلاق الأموال، اتهامات متبادلة بين الطرفين، أحد يتهم الآخر بالرشوة والثاني يقول الآخر يبيع البترول وهي عصابة. أسئلة كثيرة دارت في هذا المنبر اليوم، حاولنا أن نغطي جزءا كبير وجمع الطرفين الذين كانوا ضمن هذه القضية، السيد ناجي مختار والسيد يوسف هارون. أشكركما على تواجدكما في المنبر لهذه الحلقة الخاصة بعد المؤتمر الذي عقده الأخوين جذران والذي عرض فيه الصكوك المقدرة قيمتها ب30 مليون دينار. الدولة تنفي عبر لسان سيد ناجي مختار وتؤكد أن هناك سرقات وهناك أيضا يعني مطالبة دولية من إنتربول إحضار شقيق الأخ جذران المتواجد في الإمارات، وأنه هو من سعى إلى توريط أو محاولة بيع النفط خارج حدود الدولة وهذه الناقلة. السيد أيضا يوسف هارون نكر ذلك ونفى ذلك. أسئلة كثيرة، ولكن الفيصل ربما في إظهار هذه الوثائق وإظهار هذه المستندات والصكوك، ولازلنا إن شاء الله مشاهدينا الكرام نعدكم بتغطية حصرية مرة أخرى لقناة ليبيا الأحرار في خصوص هذا الملف. صكوك رشوة دولة تنفي والمطالبون يؤكدون ذلك. مشاهدينا الكرام تقبلوا تحياتي، محمد زيدان يشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.